طيب العصفورة تقول إنه هناك عمل برنامج خاص بتيم العصابة وراح يكون عربياً، مسلسل أو فيلم من إنتاج شركة عربية جداً ضخمة، صح أم خطأ؟ هو أكو هيك شيء. نعم. بس هو أكو برنامج راح يصير إن شاء الله عن قريب ومن مخرج كبير وهاي، بس ما نحب نحكي بيه إن شاء الله. وأكو شيء إن شاء الله. يعني العصفورة جاءت أخبار جيدة. العصفورة تمام.